كابتن مروان، في الفترة العظيمة اللي انت عشتها مع منتخب مصر كان دايما كلام على الاهلي مهتم، الزمالك مهتم، مروان هيخرج، مين بينافس ايه؟ في الفترة دي مين اتكلم معاك؟ مين كنت بتسمع ايه؟ مفاوضات؟ الكلام ده حقيقي اصلا ما كانش حقيقي؟ بص، انا ما حدش اتكلم معايا خالص من الاهلي او الزمالك، بس كان كله كلام سوشيال ميديا. يعني كنت افتح السوشيال ميديا، الزمالك يستهدف ضم مروان داوود، الاهلي يستهدف ضم مروان الاهلي داوود. يوني هيت اتفاقه مع مروان داوود، وانا ما حدش كلمني والله. قاعد على القهوه بتشرب سحلب عادي، يعني ما حدش بيكلمك. ما اعرفش اي حاجه. لا، وفي كمان حاجات كده كنت بشوفها. بصوا يا جماعه، ما حدش يستبعد حاجه عن ربنا وعن الحلم. واحد كان بيلعب في نادي الشمس درجه ثالثه، بقى دلوقتي في منتخب مصر، الاهلي والزمالك بيفاوضوه بتاع. تشوف الحاجات دي دايما ما كانتش حاجه تزعل. لا 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 طبعا، يعني بالعكس طبعًا. دي كانت حاجه عظيمه وحاجه وعلى نادي الشمس مروان دلوقتي بعدي من هناك، انا ساكن هناك، تلاقي يوفط وبتاع اصلا وحاجات نجم النادي. نجم النادي، نجم النادي الاول. بس كان كله كلام سوشيال ميديا، يعني ما حدش يتكلم معاه شخصيا يعني. بس انت كابتن احمد برضو جات عليك فتره كان اهلي وزمالك برضو الكلام طول الوقت، الفتره بتاعت حمدي فتحي اللي راح فيها كان نادي الاهلي يعني في خطته. ده اللي انا عرفته، يعني النادي الاهلي دايما بيحط رقم واحد واثنين وثلاثه. صح. جاب رقم واحد تمام، ما جابش رقم واحد يبدا يبص رقم اثنين. طبيعي كل الانديه بتعمل كده. فكان حمدي وانا بعده. فالصفقه بتاعت حمدي مشيت على خير وراح النادي الاهلي، فانا اتوقف الموضوع ده. وقبلها كان الزمالك برضو سياده المستشار كان مكلمني ان انا اروح، بس من ساعه ما كنت بلعب في النصر كلمني ان انا اروح، وبرضو كابتن ابراهيم عبد الخالي راح، فالموضوع بتاعي اتوقف. نصيب. بالمناسبه حمدي فتحي، ايه رايك في المستوى اللي عمله مع النادي الاهلي منذ لا حمدي فتحي لعيب كبير. وبعدين وانت بتعاشره، انا لعبت مع حمدي، جالنا اعاره من نادي انبي، كنت في بتروجيت وجالنا اعاره، لعب معايا، كنا بنلعب جنب بعض. حمدي بره الكوره في الاوضه تخش تلاقي الفيتامينات والسبلمنتس والحاجات اللي هو المفروض يحافظ عليها، وتلاقيه عامل فورمه دايما ومحافظ على اكله، في التمرين بيموت نفسه، فاللعيب دايما في الجيم دايما. فاللعيب اللي هو بيبقى محافظ على نفسه وبياخد بالاسباب ده، دايما ربنا لازم يحطه في حته، يعني بيجيب جوال في ماتشات مهمه جدا. يعني ربنا ما بيديلوش مثلا جول في ماتش عادي في الدوري مع فرقه صغيره، لا، بيديله ماتش في افريقيا يروح يجيب جون يكسب النادي الاهلي ويدي النادي الاهلي بطوله، فاسمه يكبر زي ما احنا شايفين دلوقتي بيلعب في نادي من اكبر الانديه في قطر يعني. صح.